شفتها. طيب أنوثتك أنت بينك وبين نفسك؟ أعتقد إن أنا I'm too much feminine، ده حقيقي. ك body ك language ك shaping أنا قمر، أنا عسل، أنا سكر، وخلص تمام. هو أمور جدا، وضع يسمح لي وانتهينا. مش مغرورة خالص، جدا مش مغرورة جدا. أنا بقول حاجة مش موجودة، بقول حقيقة. انا بس بقول الحقيقه. يعني انت حاسه بنفسك ان انا تمام؟ انا فيمينين، مش يعني ايه ان انت ولد او ان انت راجل او او او. عندنا في البطاقه او الجنس لما بيجي تحدد نوعه بيقولوا ذكر او انثى، تمام. فان انت ذكر ده ليه حاجه تاني، دي جينات بقى ومش عارف ايه وحاجات تحت الحزام، وعندنا مشكله تانية مجتمعيه دي نحلها، وبنت اللي هي كينونتها. لكن الراجل او الرجوله ده وصف، وانا كنت قلتها قبل كده في كلماتي في الفيديوهات. ايوه فرق طبعا، في فرق بين ذكر ورجل. وصف. يعني الرجوله دي يتصف بها الستات والولاد وكل الناس عادي، ان انا اقول عليك ان انت راجل في مواقفك في افعالك في طريقتك في كل حاجه. لكن انا مثلا سي لو انا ولد او ان انا بكاري اون، ان انا ده على الاقل هيبقى كاري اون في لبسي مثلا، في ميولي، في طريقتي. مش هحط ميك اب يعني، مش هكاري اون الحته دي، لا. انا بتعامل طريقتي وشخصيتي واسلوبي وكياني في حاجه معينه في حته معينه، زي ما انا بقولها واصحابي حفظوها مني لكل مقام مقال. لكن انا بالانتاكتنج والشكل بتاعي هو ده، انا مرتاح كده. بتشتغلي ايه؟ انا بكالوريوس تمريض جامعه الازهر، مسكت اكتر من مستشفى كرئيس التمريض. فتحت شركة تمريض خاص لخدمات التمريض الخاص. كنت عامل شغل بالجبار في مصر قبل ما اسافر. سافرت السعودية؟ يس، سافرت السعودية سنتين. الغربة أثرت فيكي؟ جدا جدا بشكل لا تتخيليه. طيب مع الغربة الأيام إيه اللي خلاكي تقرري تستخدمي كاميرا الموبايل؟ إيه الموقف اللي قلتي لأ كفاية بقى أنا هتكلم ده على العامة؟ خليني اقول لك، انا اصلا من العادي بتاعي زي ما قلت، انا بحب اتفرج على نفسي جدا، يعني بصور نفسي اصلا فيديوز من قبل تيك توك والحاجات دي. مش غرور، ثقه عادي. انت اللي انت اللي بتسحبيني اهو، انت اللي بتعمليه في نفسك اهو. انا بقول الحقيقه مش بكذب. اتفضلي. فكنت بحب اتفرج على نفسي جدا، كالاغاني كالكلام. انا اصلا بكتب شعر من وانا صغير. انت عندك فتره دوام، فبتخلصي الدوام الساعه كام؟ الثمان ساعات. طيب. او ان ديورنج كمان لو حصل موقف، على فكره بعبر عنه. طيب. دي ان ما بعرفش اسكت، قلبي ما بيستحملش، بمعنى كلمه قلبي مش بيستحمل. حته التيك توك دي انا كانت في زميلتي هناك كانت سعوديه، يا بنتي التطبيق ده انا نزلته ومسحته اصلا من قبلها ممكن بسنتين ولا حاجه، ما عرفش استخدمه، ما عرفش في الفون غير حاجه بسيطه. اوكي. دخلنا على اليميني ده، فرحت جاي علمتني عليه، فدخلت اعمل الفيديوز بتاعتي وبتكلم. الفيديو الجوت فرانكينج مع الناس، يعني كنت عامل اكونت عادي وما عرفش حته الاكسبلور ان انت توصل للناس والحاجات دي، هي اللي علمتني بعدها بيومين. فرفعت بقيه الفيديوز الثانيه. فيديو 15 ثانيه تمام، وانت بتكلم فيه عادي وطبيعتي عادي الطبيعيه اللي انا بتكلم فيها، مش وصوتي هادي على فكره، وكان باللوكنج اللي انا موجود فيه في الشغل عادي اللي انا ماشي فيه. أيوة. ما بين الناس. ببص لقيت الدنيا اتقلبت على بعضها. فانا مش فاهم في ايه بيحصل. اصحابي اللي كانوا موجودين، الحق يا ابني هو في ايه؟ الفيديو طالع 29 عارف ايه ده طالع مش عارف في ايه، هو في ايه؟ انا ما عملتش حاجه. بمنتهى الاريحيه وانا بتكلم معاه، اشغل ما تشغلش. فكان بروباجاندينج كان فظيع جدا. لا هتقوليها يلا بنفس الاتيتيود وبنفس الطريقه اللي انت قلتيها في الفيديو. عيوني. حاضر. وليه قلتيها؟ يعني انت ليه قررتي تعملي الفيديو؟